يقول السائل: لي أم كبيرة تبلغ حوالي 100 عام، وأحيانا نكذب عليها وذلك للمصلحة وخوفا عليها، مثل سؤالها عن بعض الأبناء فنقول أنهم مسافرون وغير ذلك، فهل يجوز لنا ذلك؟ إذا كان فيه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة لا بأس، لأجل تطمئنونها وتوسعون صدرها بهذا ولا فيه مضرة عليها ولا على أحد، ما فيه بأس. نعم.